السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار ان شاء الله نقدم واحد الموضوع ديال مضاد حيوي فعال جد فعال وهو طبيعي للأرانب. هاد قبل ما نهضروا على هاد المضاد الحيوي اللي غادي نقدروا نقدموه للأرانب ديالنا، نهضروا بعدا على الاسباب ديال الامراض وكيفاش علاش غادي نعطيو حنايا هاد المضاد الحيوي. شحال من واحد عنده واحد القطيع من الارانب حتى كيتفاجئ ان كاين واحد النوع من الامراض، اما في على مستوى المعده يعني، او مرض فيروسي لا قدر الله، او دموي. المشاكل اللي كتصيب في الحقيقه هي من السيكاليم. السيكاليم هو الاساس اللي يعني كنسمنوا به الارانب ديالنا. الى لاحظتوا وقتو كتشريو السيكاليم شي نهار، وشوفوا هذاك السيد اللي غادي يبيع لكم السيكاليم الطريقه ديال التخزين، انه حط شي فوق شي، ما هاش السيكاليم على الارض بواحد المستوى. هذاك الهونغار باختراس ما كيكونش كبير بزاف، اسمو كيوقع كتلقى ديما عنده واحد القطه ولا جوج يعني مشوش كيتساراو تما. كتلقى عنده الفئران ضروري، لانه كيكون كيبيع الزرع يبيع الذرة ضروري كيكون عنده الفئران. واحد الانواع من البراغيث كيكونوا كاينين تما، اما الكوز اما بزاف ديال البراغيث اللي كيكونوا كاينين تمايا اللي حنا كنشوفوهم هادو، خلي اللي ما كنشوفوهمش. اذا ملي كتجيبوا نتوما هاد السيكاليم كتقولوا صافي راه الخنشه مسدوده، يعني انا حليتها وبديت كنعطيهم السيكاليم ولقيت ومرضوا لي وانا كنقي عليهم وكذا كذا. الامراض كيجيو من كيفيه التخزين ديال هاد السيد اللي غادي يبيع لكم هاد الخنشه ديال السيكاليم. حنا بعيد عن الموضوع غادي نديروا ان شاء الله واحد المضاد حيوي طبيعي، خلينا من الادويه، لا غادي نعطيكم واحد مضاد حيوي جد فعال ان شاء الله اللي غادي ديروه يعني في المنزل ديالكم وباشياء بسيطه. نهضروا على ناس زمان سمو كانوا كيديروا الحقيقه هذه الطريقه اللي كانوا كيديروها، يعني اللي كيكون عنده قطيع كبير بزاف وبغى يعني يدير واحد المضاد حيوي باش يحمي هو نعتبره كمصل يعني حتى كتحصين الامراض. هذا المضاد الحيوي كانوا كيديروه بواحد الطريقه في الحقيقه خاطئه. كانوا كيشدوا الثومه والبصله والحامض وكانوا كيقطعوهم طرافي وكيديروا كيخلطوهم لهم مع العلف. هذا هو الطريقه الخاطئه. علاش؟ لان كان هذاك الاكثريه البصله والثومه كيطلقوا واحد الريحه اللي كتجعل هذوك الارانب كينفروا من 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 هذيك الرائحه ديال كتحقق رائحه كتعطيها خيبه وصافي انهم كيبغيوش هذاك العلف كينفروا كامل ما كيبقاوش يبغوا ياكلوه كاع. من بعد يعني الناس طوروا هذا الشيء سمو داروا هذه الطريقه هذه، اننا غادي نجيبوا بصله متوسطه غادي نغسلوها مزيان نقشروها نقسموها طريفات وكنغسلوها مزيان وكنقطعوا واحد اربعه ديال الفصوص ديال الثوم حتى هما. وهاد البصله عفوا خاصها تكون متوسطه الحجم ما تكونش كبيره بزاف، المهم بصله عاديه. ونجيبوا اربعه ديال الفصوص ديال الثوم فص يعني اربعه منه ويتقشر. وهاد يعني هاد المكونات غادي نديروهم مع العصير ديال جوج حامضات حامض كتشدوه جوج حامضات وتعصروهم وتشدوا العصير ديالهم. وهذا الخليط كامل يعني خليط ديال البصله والثومه وجوج حامضات هادو يتخلطوا في واحد الاناء ديالاش ديال يطرو ديال الماء، يداروا مع يطرو ديال الماء. شنو غادي نديروا ملي غادي نديروا يطرو ديال الماء؟ غادي نضربوهم كلهم في المولينكس يعني خلاط كهربائي، غادي نخليهم يتخلطوا
والمفاجأة أنني ذكرت واحد الوصفة يعني فعالة مع هذا الخليط وهو ملويزة. ملويزة راكم عارفين اسمه هو الملويزة. الملويزة كيهدئ الأعصاب. هادو غير زيادة أنايا يعني بالتجربة. ديروا واحد شويه ديال الملويزه في واحد السيترو وزيدوه مع داك اللي يطرونس مع داك اللي يطرو اللي طحنتو يعني تيطيب الملويزه كديروه يطيب منين يعطيكم هذاك الاخر ديالو الماء ديالو صفيوه تزيدوه مع داك الخليط يتطحن كلشي في خطره ويدار يعني في مصفات يتصفى منين يتصفى كتشدوا داك الشيء شحال غادي يخرج لكم تقريبا واحد يطرو ونص ما بين يطرو ونص يعني اليطرو اللي خلطتوا به المكونات وداك نص سيترو او اقل من نص سيترو ماشي مشكل ديال الملويزة يعني طايب مع الملويزة وتكبوه معاه منين تخلط كلش يتصفى داك الشيء جيبوا صفايه عاديه اللي كتكون عندكم في الدار وتكب داك الشيء يتصفى وهذا الخليط هذا ملي غادي تخرجوا واحد ليطرو ولا يطرو ديال وكذا نتوما المهم خرجوا يطرو ملي طحنوا داك الشيء خرجوا منه يطرو رانا داك ليطرو هذاك كتحتفظوا به وتكبوه مع 10 يطرو مع 10 يطرو يعني جوج بوديزات ديال 5 يطرو او بوديزه وحده يعني قنينه كبيره ديال 10 يطرو تكبوا معها هذاك هذاك الليتر اللي استخلصتوه من هاد المكونات سموك تحصلوا على 10 يطرو هذيك العشرة يطرو كتحتفظوا عليها اول حاجه كتديروا هاد الوصفه هذه كديروها لمده 3 ايام ياك ملي كديروها لمده 3 ايام يعني المده اللي غادي اولا هاد المده اللي غادي تبقى تعاودوها من 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 يعني درتوها هاد السيمانه 3 ايام صبروا واحد 3 اسابيع اخرى وعاودوا لهم عاوتاني الوصفه كديروها لهم مع الماء يعني هذاك الماء العشرة يطرو كتبقاو تكبوه في الماء او تعطيه لهم داك الماء ديريكت يعني هذيك الساعه ما غاديش يكون يعني مركز غادي يكون مخفف يعني يطرو واحد درتو مع 10 يطرو ديال الماء هذاك الماء تبقى تعطيهم منه تحتفظوا به واحد الجهه وتبقى تعطيهم منه منين تبقى تعطيهم منه من 3 الاسابيع ل 3 الاسابيع واللي غادي يسولني غادي يقولوا لي حكا واش هاد الوصفه صالحه لكلش غادي نقول لهم صالحه لجميع الارانب يعني الصغار الفيطام العشار الانثى اللي كتكون يلاه حامله اي حاجه بغيتوا تعطيوها لها يعني هو في حقك يتعطى القطيع كامل اعطيوهم وما تخافوش وهذه الوصفه هذه كنا متاكدين انها مجربه حتى اللي الحمد لله اللي ما كانش داير الدواء يعني التحصينات راه هذه الوصفه هذه الا كانت شي مشكل في شي يعني جبتو مع السيكاليم ولا شي حاجه راه مضاد حيوي فعال اولا البصله شنو كدير البصله فاتح للشهيه كاين اللي كيقول لك لا الفيتامين راه فاتح للشهيه بصح الفيتامين حتى هو كيفتح الشهيه ولكن هذه وصفه مجربه البصله بوحدها راه فاتح للشهيه الملويزه كيهدئ الاعصاب وكيداوي الكرش يعني كيرخف الكرش الا كان شي تعصبات في الكرش كيرخف الكرش الثومه خلاص الثومه راه مضاد حيوي فعال وشديد الفعاليه الثومه راه بوحدو راه حنا كنديروا الانسان راه كيدير مثلا كاين اكله وكيدير معها كيرمي معها واحد الفص ديال الثومه علاش كيرمي هذاك الفص ديال الثومه راه مضاد حيوي يعني كتستعمل كمضاد حيوي اذا هذه الوصفه هذه تبقاو تستعملوها من 3 سيمانات لثلاثة سيمانات هذيك العشرة يطرو اللي استخلصتوها تبقاو تعطيهم غير تفكروا ديروا دونوا داك الشيء وبقاو تعطيهم اذا هذه الوصفه الا كنتو درتوها حاولوا انكم باش تاكدوا عاودوا الفيديو بزاف المرات باش تسمعوا كيفاش الطريقه يعني شرحت الطريقه ولكن راها في الحقيقه بمقادير
يعني ما ديروش بزاف ما ديروش شويه. هذه وصفه انا جربتها مرارا وتكرارا، كتنفع للصيف، تنفع للخريف، سميتو داك الامراض الفيروسيه اللي كتصيب من عام لعام. الناس بكري ما كانوش كيديروا الدواء، ما كانوش كيديروا الابره، ما كانوش يعرفوا مساكن سموهم هي الابره كاع، الدواء ما كانوش كيعرفوا، كانوا كيديروا هذه الخلطه. وانا راني جربتها الحمد لله، راها فعاله فعاله فعاله. اذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذه الحلقه. اللي مازال ما شاركش معنا يشارك معنا، تكيو على زر جيم ساندونا، تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.